يعني ايه يا انا ما ادخلش الكباريه؟ والله يا معلم دي تعليمات الست بديعة. انا هو قرش البحر يا واخش اي كباريه خلقه ربنا. حاضر يا معلم حاضر. خد يا خد. يا معلم حرام عليك انا مالي. امشي يلا من وشي اخفى من قدامي دلوقتي. المفروض يا حبيبي مساء الجل على دماغك. محدش بيرد عليا ليه يا؟ هيردوا يا معلم هيردوا مساء الطين يا معلم. بيردوا. انت ما بتفهمش يالا. والله ما انا دي هي اللي قالت لي ما دخلتش. هي؟ يعني ست صح؟ اه. ينفع ست تمشي كلامها على راجل؟ لا ما ينفعش. طب امال ايه؟ ما اعرفش والله ايه. يعني انت نور وبتفهم اهو؟ اه انا اسف. افهم بقى قصدي ايه؟ خلص. عشان بعد كده ما مديش ايدي عليك. ايه يا معلم ما انا بقول لك انا فاهم خلاص والله. فاهم ايه؟ فاهم انا مش بعد كده تيجي ادخلك والست تولع ست. انت فاهم ان انا عايز اساعدك صح؟ اه خلاص؟ خلاص والله. مفيش ستات بقى تمشي كلام على رجاله. صح. احنا رجاله ومستوعبين. صح. مفيش الكلام ده عندنا صح؟ ده بجد والله. لا احنا رجاله. لا انت وحشني اه بس مش كده يعني. اسمع بقى مني يا معلم هم هيردوا عليك خليك مكانك في مال خايف ليه يلا افهم يا فاهم والله فاهم فين الزباين هو محدش بيرد عليا ليه يا انا بخاف لما اقف في مكان واسال ومحدش يجاوب فين الزباين هو انت كنت سالت قلت ايه يا معلم ايه بسم الله الرحمن الرحيم السؤال كان ايه؟ السؤال كان لا ايه؟ لا خمس دقايق والم الورق بسرعه والنبي. انا جاوبت كل الملغي مش فاهم الباقي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الزباين؟ اللي انت كنت بتسال الزباين فين يا معلم؟ ايه يا ابني اللي انت جايبه لنا ده؟ انت بتخوفني؟ هي قصدها تقول لك كنت بتسال الزباين في ايه يا معلم؟ يا سمارة انت يا ولا يا مجننة يا اللي بتسمع الكلام من اول مرة انت اتفرجت على فيلم السبع ايام في ايه يا معلم اهدى كده اهدى مالكش دعوة انا ربنا عطيني الصحة الحمد لله مش عارف اسيطر على نفسي خالص